السلام عليكم ورحمة الله، معكم أنور العشير من قناة Become Engineer Academy. أو هذا الفيديو قد يكون على قناة Code with Anwar. إذا هذا الدرس الثاني من الكورس الذي قلنا بأنه سوف يكون على شكل CS50، لكن سوف يكون يعني معمق جدا، وهو Beginners Friendly، كذلك قد يكون Intermediate وAdvanced Programmers فريندلي. بالتالي فإنه يعني درس يعني قد يفيد الجميع، ليس فقط لفئة معينة، لكنه أهم ما أريد في هذا الدرس هو أن يكون مهما خاصة بالنسبة للمبتدئين، لأن يعني الناس المبتدئة هي التي لا تعرف أين تضع أرجلها وتضيع الكثير من الوقت. وكلنا جميع المبرمجين مررنا من هذه المرحلة، ضيعنا سنوات وسنوات، كل شخص يعطيك رأي. المشكل الذي يوجد في الإنسان هو أنه ولو أن يعني المستوى الخاص به ضئيل جدا، وليس لديه ربما ليس لديه الحق في أن يقول رأيه، فإنه يعطيك رأي. هذا هو المشكل الذي يعني نقع فيه، وبالتالي فإنك يعني تضيع كثير من الوقت. حسنا، لن نضيع الكثير من الوقت في هذه المقدمة، سوف نتوكل على الله. إذا في هذا الفيديو سوف نتحدث عن يعني مكونات الكمبيوتر. سوف ندخل إلى جوجل كمبيوتر أركيتكتشر، سوف نشرح بعض الأشياء التي توجد هنا في هذه الصورة. لكن قبل، الكمبيوتر يتكون من عدة أشياء. في حالة سوف نشرح الديسكتوب، لأن الديسكتوب هو الذي في الكومبوننت يعني الكومبوننت ظاهرة بشكل جيد. فلدينا ذلك ما نسميه نحن بصندوق، الذي يكون فيه الدي في دي ريدر يعني البورتات وهذه الأشياء. هذا يسمى سنترال يونيت. السنترال يونيت وهي الوحدة المركزية إذا أردنا ترجمتها بالعربية، أو لونيتي سونترال بالفرنسية. هذه السنترال يونيت هي التي تحتوي على يعني ما يكون الكمبيوتر. مكونات الكمبيوتر هي ما يهمني كثيرا، هي المادر بورد، أو ما يصطلح عليه بالفرنسية لاكارت مير. لدينا الانبوت. سوف نتعمق في المادر بورد. دونك الانبوت، لدينا او لي زونتري بالفرنسية، المدخلات، اونتري لي زونتري. لدينا الكيباد او الكيبورد، سمي الكيبورد او الكيباد، حتى الكلمة المشهورة هي الكيبورد او كلافي بالفرنسية. لدينا الماوس يعني الفأرة، او سوري بالفرنسية. كذلك اي شيء نستطيع ان ندخل به المعلومات كاليو اس بي والكثير من الامور. لدينا الاوتبوتس او المخرجات لصوتي بالفرنسية، صوتي. هذه الأشياء التي أستطيع يعني أن أظهر بها النتيجة. مثلا لدينا سكرين، شاشة أو إيكرون بالفرنسية. مثلا لدينا البرينتر أو الإمبريمونت بالفرنسية، والكثير. مثلا في الانبوت نستطيع ان سميتو الكود بار ريدر، او كثير من الاشياء، اي شيء استطيع ان ادخل به بعض المعلومات الى الكمبيوتر. كذلك بالنسبه للانبوت لدينا ايضا السكانر. سكانر فانه يدخل في الانبوت وليس في الاوتبوت. اظن هذه الاشياء المهمه. هناك بعض الاشياء الاخرى لكن ليست مهمه بقدر هذه الأشياء. هنا ما يهمني هي مما يتكون المادر بورد أو الكارت مير. إذا مكونات الكارت مير هي السي بي يو، سنترال
بروسيسور يونيت. هذه الوحدة أو ما يصطلح عليه بالبروسيسور، بروسيسور باللغة الفرنسية. اللغة الفرنسية فقط مجرد ترجمة، أحيانا تكون حرفية، يعني لا يوجد، يعني ليس لديها أي منطق بالنسبة للمنطق يعني البرمجي أو التكنولوجيا. لذلك أفضل أن نبتعد عن الفرنسية، لكن في نفس الوقت سوف أعطيك المصطلحات باللغة الفرنسية، حتى يعني لو كنت يعني أنت تتكلم بالفرنسية أو هي اللغة المفروضة عليك في الإدارات، مثل في المملكة المغربية نحن يعني مفروض علينا أن نتعامل بالفرنسية، بالتالي فإنه ليس لديك أي خيار آخر سوى تعلم اللغة الفرنسية. لكننا نتعلم بعض اللغات، مثلا أنا يعني أتحدث الفرنسية والإنجليزية وبعض الإسبانية. إسبانية تعلمتها فقط هكذا بنفسي، كنت حاولت مع الألمانية لكنني وجدت بعض الصعوبة، خاصة أنه ليس لدي وقت كثير، فذهبت إلى الإسبانية التي هي صراحة بسيطة جدا. بالنسبة للفرنسية كما قلت فهي مفروضة، وبالنسبة للإنجليزية كانت لغتي الثانية خلال أيام دراسة. لم تكن مدة طويلة، درست فقط 3 سنوات، لكن كان لدي شغف كبير بالإنجليزية، لذلك يعني أصبحت جيد. ربما مستواي في الإنجليزية التي درستها 3 سنوات أفضل من مستواي في الفرنسية التي درستها ربما 12 أو 15 سنة، لأن مدة الدراسة التي قمت بها هي 12 في 3 في 5، يعني 20 سنة دراسة. أنا الآن في السن 34. إذا سوف نكمل، لدينا السي بي يو، لدينا الجي بي يو، جرافيكال بروسيس يونيت، أو ما يصطلح عليه بالجرافيكس، جرافيكس كارد أو لا كارت جرافيك بالفرنسية، كارت جرافيك. البروسيسور هو بروسيسور يكتب كما هو تقريبا بالفرنسية مع اختلاف بسيط، بروسيسور. هنا في الفرنسية أي كلمة بالإنجليزية تنتهي بأور نحولها إلى أور، بروسيسور تنطق، وبالإنجليزية تنطق بروسيسور، يعني نضغط قليلا على الإس والآر. لدينا حسنا، هنا الأهم هو هذه السي بي يو. لدينا الروم، لدينا الرام، لدينا الريجستريز، ريجستري ريد اونلي ميموري وريد اكسس ميموري، يعني الميموري الخاصة بالمدخلات، هذه الميموري الميتة، يعني سوف نرى كل هذه الأشياء. الريجستري هو نوع من الميموري. ما الذي لدينا أيضا؟ الساوند، ساوند كارد أو لا كارت سون التي تعطينا الصوت. ما الذي لدينا أيضا؟ لدينا بعض البيوس وهذه الأمور، ولدينا الهارد درايف. الهارد درايف، الهارد درايف الآن لدينا نوعان اتش دي دي و اس اس دي، سوف نشرح الفرق بينهما. سوف أبدأ بالسي بي يو، بما أن السي بي يو هو الذي فيه الكثير من الأمور. الآن سوف نعرف ما هو الأورديناتور أو الكمبيوتر. بكمبيوتر، أورديناتور أو كمبيوتر هو يعني حاسوب، أوردينال يعني حساب، أورديناتور حاسوب. ما هو الأورديناتور أو الحاسوب أو الكمبيوتر باللغة الإنجليزية؟ هو يعني material components، هي يعني مجموعة من ال components الماتيريال، يعني ملموسة، شيء فيزيك، شيء ملموس، يعني تقوم بعمل communication فيما بينها، that communicate between each other. هذا هو التعريف الذي قد نقوله، أو للناس التي تحب الفرنسية، كومبوزون ماتيريال كي كومونيك أونتخ، أو كي سو كومونيك، كتابة صحيحة.
أو نستطيع أن نقول بأن الكمبيوتر هو تول، مثلا هو تول يعني that is used for calculation مثلا calculation processing يعني يقوم بعمل معالجة للبيانات processing in automatic way in automatic way هذا البروسيسين او الكالكوليشن في نضعها للانفورميشن. انفورميشن هي كلمة بالانجليزية تأتي دائما مفردة مع انها تعني الجمع، لا نكتبها ابدا بالاس، لكن في الفرنسية لزانفورماسيون نكتبها بالاس. اذا اردنا ان نقوم بعمل ترجمة لهذه ولو اننا لا نقوم بالترجمة فقط احاول ان اقرب للجميع. اوتي utilisé pour par exemple le calcul, nous ترجم حرفيا le calcul et le traitement automatique des informations ou bien de l'information des informations. مثلا هذا هو التعريف الخاص بالكمبيوتر. اذا اردنا ان نترجم هذه الاشياء بالعربيه، الكمبيوتر هو اداه لعمل حسابات معقده. لماذا قلت معقده؟ لانه هنا ندخل المنطق، والمنطق البرمجي وليس الرياضي. سوف نتكلم عن المنطق وسوف نفهم ما هو المنطق ونرى بعض الامثله والتمارين حتى نقوم بضبط الامور جيدا ان شاء الله مع الوقت. ويعني هو كذلك في نفس الوقت مجموعه من الكومبوننتس، هذه الكومبوننتس التي توجد هنا مثلا. ليس هذا كل شيء لكن هذه هي المهمة. هناك الكثير من الأمور الأخرى مثلا كالبيوس، ومثلا لو أردنا أن نضيف البيوس هذه الأشياء، لكن لا نريد أن يعني أن نفصل كل شيء لأن حتى يعني وقت الدورة سوف يكون طويل جدا. وكذلك في نفس الوقت لن أترك لك أي شيء تبحث عنه، لا أريد أن أعطيك كل شيء جاهز، أريد أن أعطيك يعني الماكس من المعلومات، لكن كذلك أن تساعدني أنت بالبحث، لأن أي معلومة تؤخذ على السهل تذهب بالسهل، ولكن أي معلومة يعني بذلت جهدا كبيرا في سبيل تحصيل عليها فإنها تبقى في يعني الذاكرة. أي شيء صقلته جيدا فهو يحفر في الذاكرة، ليس مثل الأشياء التي تأتيك يعني بسهولة، وأظن بأنك تعرف هذه الأشياء. إذا سوف نرى، هذا هو ما تكلمنا عنه. إذا سوف أقوم فقط وضع هذا. لاحظوا لدينا الانبوت، الانبوت يعني المدخلات، تلك المدخلات طبعا يتم معالجتها في السي بي يو، ليس السي بي يو فقط لكن السي بي يو بمساعدة من الهارد درايف إذا كانت يعني تلك المدخلات تحتاج إلى أن نعمل لها ستور يعني تخزين، أو وكذلك تحتاج إلى الرام حتى نقوم ب يعني تخزينها مؤقتا في الرام حتى نستعملها مع السي بي يو وريجستري وهذه الأمور. وفي الأخير عندما تتم معالجتها يعني يقوم بوضع أو بإخراج المخرج أو الريزالت يعني النتيجة الخاصة بنا لإظهارها في الشاشة أو طبعها على آلة الطباعة أو الكثير يعني أو إرسالها أو. إذا سوف نشرح ما هو السي بي يو. حسنا، ما هو السي بي يو؟ لدينا في السي بي يو لدينا الكنترول يونيت، حسنا، ولدينا المين ميموري، المين ميموري أو الرام، ولدينا البروسيسور. البروسيسور يعني أو لماذا قلنا يونيت؟ لأنه ليس فيها فقط البروسيسور، فيه الكثير من الأشياء، أهمها الكنترول يونيت. الكنترول يونيت فقط تقوم بعمل كنترول للمدخل، هل هو صحيح، هل هو يعني جائز، هل هو الكثير من الأشياء، هذا هو دور الكنترول يونيت. والبروسيسور لدينا يعني الريجسترز التي سوف نشرحها فيما بعد، لدينا عدة أنواع من الريجسترز أظن 7 سوف نشرح الأهم فيها هما 4 أو 5. ولدينا الكومبينيشنال لوجيك أو اللوجيك كومبيناتوار بالفرنسية، لدينا كذلك السيكونسيال لوجيك أو اللوجيك سيكونسيال بالفرنسية، لكن اللوجيك سيكونسيال يعني لن أدرسه لكم. لماذا؟ لأنه يهم الناس يعني المهتمة بالإلكترونيكس.
تمام، او الناس التي سوف درست البريبريشن كلاسز او الكلاس بريباراتوار كما نقول بالفرنسيه، يعني الدروس التحضيريه او الاقسام التحضيريه. هذه هي الاقسام يعني تدرس فيها الترون كوما او الجذع المشترك، يعني ما سو اشياء مشتركه ما بين جميع التخصصات. مثلا انا خلال مشواري الدراسي درست السنتين الاولى، يعني ولو انني كنت يعني يعني ايزي او اي اس اي، يعني انجينيور ان سيستيم دانفورماسيون، او اذا ترجمناها بالفرنسيه يعني انفورميشن سيستيمز انجينيرين، اوكي انفورميشن سيستيمز انجينيرين او الاي زي. هنا تدرس يعني في السنتين الاولى درسنا تقريبا جميع التخصصات، تقريبا درسنا نفس الاشياء اللهم بعد الموديلات القليلة اثنان او ثلاثة، هي فقط في اين يوجد اختلاف. لكن خلال السنوات الثالثة والرابعة يعني تعمقنا اكثر في كل تخصص، وكان يعني التخصص في السنة الخامسة، يعني في السنة الخامسة تختار التخصص الخاص بك، لان مثلا الاي زي او الاي زي لديها العديد من التخصصات 7 او 8، يعني هنا تختارها تختار الديتا ساينسز او البيج داتا او البيج ديتا، او تختار مثلا لدينا الايزي كذلك، يعني تستطيع اوبسيون ايزي. لدينا الجي اي جيني انفورماتيك كما نقول، او السوفت وير انجينيرين، لدينا الكثير من التخصصات. الناس التي تدرس تعرف هذه الاشياء، لن ادخل في البروسيس الاكاديمي. اذا نحن نريد ان نفهم ما هو البروسيسور وما هي هذه الأشياء التي توجد داخل هذا البروسيسور. إذا سوف أمسح هذه الأشياء. حاولت أن لا يعني يعني لا أحضر الدروس، يعني حتى أعطيكم العصارة التي يعني تعلمتها خلال خبرتي في مجال البرمجة. يعني أنا لن أحضر أي درس، يعني سآتي وأتكلم بعفوية تامة، يعني سوف أقول لك كل ما جال وما مر على خاطري. إذا نسيت ولم أقول شيئا ولديك سؤال أو من هذا القبيل، سوف تستطيع التواصل معي على الواتساب، على التليجرام، على الانستغرام، على الفيسبوك، على الإيميل، يعني لديك جميع الصلاحيات أخي الكريم أن تتواصل معي. كل هذا طبعا بالمجان، فقط لا تنسانا من دعوة صالحة. إذا سوف نتحدث عن البروسيسور. أهم ما يوجد في الكمبيوتر هي هذه الوحدة، وحدة معالجة البيانات أو البروسيسور. البروسيسور يتكون من عدة أشياء. قبل أن نقول ما يتكون، ما هو السي بي يو أو البروسيسور أو السنترال بروسيس يونيت، وحدة معالجة البيانات. السنترال يونيت يعني تقوم بعمل بروسيسين أو تريتمون بالفرنسية، سوف أكتب هكذا أفضل حتى لا أضيع الوقت، حتى لا يعني أعي يدي. البروسيسور قلنا هو وحدة يعني يقوم بعمل بروسيسينج بروس أو بروسيسز ذا داتا. سوف أكبر هذا المدخل. بروسيس ذا داتا أو يعني يقوم بعمل بروسيسين للداتا، and send orders or instructions. كلمات نستعملها في البرمجة هي instructions. سوف نرى بأن جميع الأكواد التي نكتبها هي عبارة عن orders أو instructions. instructions هي الكلمة التقنية التي نستخدمها، والorders هي الكلمة الأدبية التي نستطيع يعني استخدمت orders لأننا بالنسبة لي orders كتبتها بالفرنسية، لأننا لحد الآن لسنا مبرمجين، يعني نحن فقط ندرس مدخلات أو مدخل إلى البرمجة. قلنا processes the data and sends بما أنه process واحد orders أو instructions إلى أين to other components.
يعني هو يقوم يعمل بروسيسين. لماذا يرسل لأذر كومبوننتس؟ لأنه هو الوحدة المركزية، هو ولو أن نستطيع أن نعتبره مثل الشرطي الذي ينظم المرور. يعني إذا كان هناك زحام فإنه يعني يستطيع ذلك الشرطي أن يمنع عنك هذا الطريق ويرسلك من طريق أخرى. يعني نفس الشيء يقوم به البروسيسور. مثلا إذا كانت الرام يعني ممتلئة، إذا كانت ضعيفة وممتلئة، فإنه يقوم بوضع بعض المعلومات في الريجستر حتى يصل إليها بسرعة. كذلك في بعض الأحيان يطلب يعني ريزيرفيشن من أو أولوكيشن للميموري من الهارد درايف ويضع فيها بعض الأشياء والكثير. يعني هنا هو المتحكم في كل شيء، نحن لا نتحكم في هذه الأشياء. يعني هو يعرف جيدا ماذا يقوم، يعني ماذا يقوم به. يعني البروسيسور يعني أدرى بشعاب مكة كما نقول، أهل مكة أدرى بشعابها، إذا البروسيسور أدرى بشعاب عمله. إذن البروسيسور يتكون من عدة أشياء. الأشياء التي يتكون منها هي اليو اي ال، يونيتي اريتميتيك اي لوجيك، او اليو بالإنجليزية، يو اي ال بالفرنسية. إذن اريتميتيك اند لوجيك يونيت، او بالفرنسيه كما قلت لكم ترجمه حرفيه فقط، يونيتي اريتميتيك اي لوجيك. مثلا الترجمه الحرفيه هي فقط ترجمه حرفيه باللغه الفرنسيه، او وحدات معالجه العمليات الحسابيه والمنطقيه باللغه العربيه اذا اردنا الترجمه. مثلا افضل اذا كنت سوف يعني اشرح بالفرنسيه فانني افضل العربيه، حتى نفند أو نكذب المقولة التي تقول بأن اللغة العربية ليست لغة علم. بالعكس، فاللغة العربية أقوى من اللغة الفرنسية في لغة العلم، ولكن تبقى لغة العلم حاليا هي الإنجليزية. هذا موضوع لا نستطيع مناقشته. إذا سوف نكمل. لدينا الأيولي، لدينا ريجستريز، هناك الكثير من الريجستريز، سوف نكتب فقط ريجستري او لغوجيستخ بالفرنسية. حسنا، بالنسبة للريجستري لدينا الكثير من الريجستري، سوف نتكلم عنها فيما بعد. اذا هذه الاشياء المهمة بالاضافة الى الكنترول يونيت التي تكلمنا عنها من قبل، ولدينا المين ميموري التي هي الرام. هي يعني تلك الرام. سوف أرى إن كانت هناك صورة، يعني أستطيع أن أتحدث عن شيء آخر. البروجرام كاونتر والإنستراكشن ريجستري هذه سوف نراها في الريجستري. هذه الصورة التي كنت معها قبل قليل. في أين هي إيميجز؟ هنا لدينا المدخلات وما شرحته قبل قليل. لدينا الكيبورد، ماوس، سكانر، الجويستيك، ولدينا في الاوتبوت لدينا مونيتور، المونيتور او السكرين، ولدينا البرينتر، سبيكرز، لقد نسيت سبيكرز، والهيدفونز. الهيدفونز تكون نستطيع ان نضعها في الجانبين اذا كانت مدمجة مع المايكرو، لان المايكرو من المدخلات. السي بي يو، الكنترول يونيت، والاي ال يو هما الاشياء التي تحدثنا عنها. لدينا الانفورميشن او الديتا، يعني تذهب تاتي الديتا، يعني عندما ندخل الديتا يعني نقول كلمه انفورميشن كما قلت لكم من قبل، وتاتي دائما مفرده لكنها دائما تاتي بصيغه الجمع معلومات. يعني الانفورميشن تذهب ما بين الميموري والاي ال يو. هنا الميموري لدينا الكثير من الميموري، قلنا المين ميموري هي الرام، ولدينا العديد من الميموري كالهارد درايف والروم والريجستري. سوف نرى الفرق بين هذه الأشياء. إذا فلنعود إلى درسنا. حسنا، ما هي اليو أي ال أو الأي اليو؟ الأي اليو هي يعني لوت، for example lots of electronic components، يعني
كومبوننت مكونات إلكترونية، يعني بالنسبة للناس التي تقوم بعمل إصلاح للهواتف والكمبيوترات فإنهم يعرفون ما هي الكومبوننت التي أتحدث عنها. نحن نقول يعني الكومبوننت باللغة الفرنسية الديود، أكيوميلاتور أكيوميليتر حسب بالإنجليزية، ديود دايود بالإنجليزية. المهم لست يعني أعرف أسماء هذه المصطلحات باللغة الإنجليزية صراحة، لأنني درستها بالفرنسية. وكذلك أنا أقوم ب يعني بإصلاح الهواتف والكمبيوترات وأشيائها هكذا في المنزل، يعني أقوم دائما إذا كان مشكل في الكهرباء أو مثلا توقف شيء عن العمل كالريسيفر أو التلفاز أو هذه الأمور، فإنني أغير تلك الأشياء بنفسي. تعلمت فقط من خلال يوتيوب، من خلال يعني التجربة، ومن خلال كما نقول بالدارجة العربية السنطيحة، يعني أستخدم فقط الجبهة وأدخل على شيء، يا إما أن أقوم بإصلاحه، يا إما أن أقوم ب يعني قتله في يعني مرة واحدة. لكن خلال سنين التجارب وهذه الأمور أصبحت يعني جيدا في هذه الأمور. فقط تحتاج بعض يعني الماتيريال أو بعض الأدوات البسيطة كأداة يعني لقياس يعني الحرارة، وال يعني أداة واحدة فقط ثمنها 10 أورو أو 10 دولار، يعني تقيس لك الريزيستنس، تقيس لك الشدة، تقيس لك يعني الكونكتيفيتي، الأشياء هذه الأشياء يعني تستطيع تعلمها، كل شيء موجود في اليوتيوب. أو تستطيع فقط أن تدخل على هذا الدومين سنطيحة كما قلت لك قبل قليل. إذا نستمر، lots of electronics components، يعني هذه ال components that are connected logically، يعني متصلة فيما بينها منطقيا. لاحظوا ما أقوله، منطقيا، يعني هناك components logic components التي تعمل هذه الأشياء منطقيا for أو يعني for the work، يعني for لهدف. ما هو الهدف؟ doing for doing or realizing the arithmetic operations، يعني العمليات الحسابية arithmetic or، سوف أكتب or هنا حتى تأتي الجملة يعني جراماتيكلي صحيحة، arithmetic or logic operation، يعني حتى أقوم ب يعني عمل عمليات حسابية أو منطقية، يعني بكل هذه الأشياء. هذا ال A L U يعني is included in the CPU، يعني في لأن قلنا بأن البروسيس central process unit، يعني هي وحدة، يعني وحدة تتكون من عدة وحدات. إذا ال U A L أو ال A L U هي مكون من ال يعني من مكونات السي بي يو. بالفرنسية يعني انسومبل دي كومبوزون الكترونيك، باغ اكزومبل دي كومبوزون الكترونيك كونيكتي لوجيكمون en vue ou bien afin de réaliser des opérations arithmétiques ou logiques ou bien les deux en même temps. Il est inclus dans ou bien au CPU. مثلا اصبحت مثل المترجم. الان سوف نكمل، بما ان تحدثنا اليو ال اي ال يو، يعني اضخ ما بين اللغه العربيه الفرنسيه والانجليزيه، احيانا انطق الحروف بالفرنسيه انسى. اذا سوف نتحدث عن الريجستريز. إذا بالنسبة للريجستري،
فهي يعني نستطيع أن نقول بأنها مثل الرام، رام ميموري، but it is integrated in the CPU. يعني هذه هي عبارة عن رام، مثلا عن رام ميموري، لكن هذه الرام ميموري ليست مثل المين ميموري، ولكن هذه الميموري فإنها integrated في الريجستري، عفوا في السي بي يو، بما انها يعني في وحده معالجه البيانات، بما انها انتجريتد يعني مضمنه داخل هذه الوحده، فان الريجستري تكون صغيره جدا في الميموري، وكذلك يعني سريعه جدا، فانها اسرع بكثير من الرام، الرام يعني المين رام او الرام الخاصه بالكمبيوتر. الهدف من هذه الريجستريز هو ان السي بي يو، مثلا سوف اشرح، مثلا لدينا جاءنا مدخل ديتا، مثلا مره من الكنترول يونيت، يعني قمنا بعمل فاليديشن لهذه الامور، وهنا السي بي يو يريد يعني عمل يعني بروسيسي لهذه الديتا، وسوف يظهرها لنا في الاوتبوت او يقوم بعمل شيء اخر لست ادري على حساب، يعني سوف يتحدث مع كومبوننتس اخرى. هنا فلو انه يعني تحدث مع المين رام، يعني سوف ينتظر، يجب أن ينتظر، يعني ينتظر، والرام نعلم بأنها ثقيلة مقارنة مع يعني المعالجة الخاصة بالسي بي يو، غالبا تكون ثقيلة، مثلا تجد سرعة السي بي يو مثلا 3.7، في حين تجد يعني 1.6 مثلا، يعني هنا نتحدث عن التردد، يعني السرعة بالتردد بالهرتز، يعني الميجا هرتز أو الكيلو هرتز. غالبا الآن لم يعد هناك أي كيلو هيرتز لأنه ثقيل جدا، يعني قد مررنا إلى الميجا هيرتز، هنا تجدها غالبا مكتوبة ب 1600 هيرتز. مثلا إذا هنا نلاحظ بأن تقريبا يعني تردد البروسيسور يعني تقريبا مرتين تردد الرام، إذا حتى لا ينتظر فإنه فقط يقوم بوضع المعلومات في الريجستري، على شرط أن تكون الميموري الخاصة بالريجستري يعني كافية يعني لوضع هذه المعلومات. أما إذا وضع المعلومة يعني إذا وضعها معه يعني هنا ده، فإنه يستطيع أن يتواصل معه بسرعة، ليس كأن يعني أن يرسل أوردر أو إنستراكشن للرام وينتظر حتى يعني تعطيه البوينتر الخاص أين توجد هذه المعلومة. إذا هنا سيكون دائما الأمر يعني ثقيل مقارنة بالريجستري. إذا الريجستري ما دام الميموري الخاصة به كبيرة، ما دام أنه يعني الكمبيوتر يقوم بعمل يعني الحسابات والأشياء اللوجيكية أو المنطقية بطريقة يعني سريعة. إذا كما قلنا الرام ميموري، الريجستري هو عبارة عن رام ميموري لكنه is integrated in the CPU and is faster than the main RAM. صافي صافي، نقولها بالدارجة، يعني هل فهمتم؟ هل كل شيء جيد؟ أحيانا أنطق كلمة بالدارجة، أنسى، عفوا. حسنا، بما أننا يعني نتحدث عن ترجمة، إذا بالنسبة للإخوة العرب الغير جزائريين ومغاربة تستطيعون يعني تعلم اللغة الدارجة معي. سوف نكمل هنا. الريجستري، لدينا الكثير من الريجستري، لدينا مثلا سوف نتحدث عنه من الكمبيوتر أوردينال، كمبيوتر أوردينال أو الكونتر أوردينال كاونتر، عفوا، أو بالفرنسية لو كونتور أوردينال، من اسمه يعني فهو كونتور، يعني حاسوب، يعني أوردينال رقمي يحسب يعني بالأعداد. ما هو دور هذا الكمبيوتر أوردينال؟ لدينا يعني اثنان، لدينا البي سي أو البروغرام كاونتر وليس بيرسونال كمبيوتر. البروغرام كاونتر يعني هولدز the address of the next operation، لأن البروسيسور يقوم بعمل يعني execution لعدة instruction في نفس الوقت، بالتالي حتى يعني يكون لديه يعني دخول سريع للمعطيات وتنفيذها بسرعة، فهنا لدينا هذا البي سي يقوم بتخزين الأدرس الخاصة بالأوبريشن التي سوف تأتي من بعد. الأدرس هنا يعني نتحدث عن الرام، يعني في الرام، لأن أي برنامج يعني أنا في طور تشغيله فإنه يقوم بعمل تحميل لنفسه داخل الرام،
إذا حتى يستطيع السي بي يو يعني أن يتواصل معه. إذا لنفرض أن هذه هي الرام مثلا، فيها عدة ميموري كيزز مثلا، كل واحدة لديها أدريس، مثلا هذه واحد، هذه جوج، هذه ثلاثة، هذه أربعة، هذه خمسة، هذه ستة، هذه سبعة، نعتبر أن هذه الأدريس العناوين الخاصة بها. إذا فإن السي بي يو يعني يتعامل مع المعلومات التي في الأدريس 1، لكن المعلومة التي يريد أن يتعامل معها فيما بعد توجد في الأدريس 5. إذا فإن هذه البي سي هي التي تقوم بتخزين هذه المعلومة. عندما ينتهي البروسيسور من هنا فإنه يعرف يتواصل مع البي سي الريجستري، قلنا بأن السرعة كبيرة جدا، الرام فقط فإنها سريعة، تخيل معي سرعة الريجستري. إذا فإنه يعني بمساعدة البي سي يعني يذهب مباشرة إلى الانستراكشن التي من بعد. من بعد كذلك عندما يقوم بالوصول إلى هنا، إذا البي سي يذهب إلى الانستراكشن التي من بعد، لأنه ليس شرطا أن تكون هذه الانستراكشن متتابعة في الرام. حسنا، أحيانا تكون الرام مشغولة، يعني فيها كازات مشغولة، إذا بالتالي يعني خانة مشغولة، بالتالي فإنه يعني يضطر إلى تقسيم برنامج على عدة يعني ميموري ادريسز غير متتابعة، أو نقول not contiguous. سوف أكتبها هنا not contiguous. contiguous not بالفرنسية نقول non non contigu contigu بنقطتان هنا. لماذا نقطتان؟ لست أدري، فقط للديكور أظن، عندما وضعوا اللغة الفرنسية أرادوا أن يضعوا بعض الديكور وضعوا نقطتان. لدي في الأوردين كاونتر كما قلنا البي سي، ولدينا الاي بي، ليس الادريس الاي بي ادريس الخاصة بنا بالكمبيوتر لا، ولكن instruction اظن instruction program او instructor اظن instructor program، اذا كنت لازلت اذكر هذه الامور، لانه صراحة مرت سنين وسنين هذه الاشياء، فقط مازلت اذكر بعض الاشياء. والان ولو انكم ترون بانني يعني ادخل بتعمق في الاشياء، فصراحة لقد نسيت الكثير الكثير من الاشياء التي درستها. حسنا، أقول لكم بأن هذه الأشياء تعلمتها من يعني من خلال الدراسة ومن المعلمين الذين درسوني. لا كنت أبحث، كنت أمضي وقتي كله في الأبحاث، لدرجة أنني أحيانا كنت يعني بعض المدرسين الذين لديهم مستوى يعني ناقص جدا كنت لا أذهب عندهم، أقول سوف أذهب ساعة في الطريق في المواصلات، وسوف أدرس ساعتين أو ثلاثة عنده، وأرجع ساعة ولا وارجع يعني تعبان وجوعان والكثير من الاشياء، يعني يجب ان اقوم بعمل دوش واحضر ما اكل وارتاح. اذا سوف اضيع 8 ساعات. هل تعلمون ماذا تستطيع ان تتعلم خلال 8 ساعات في المنزل من خلال اليوتيوب او من خلال اليوديمي او اي موقع اخر لتعلم البرمجة؟ والله العظيم انك ستتعلم الكثير من الاشياء التي لن تعطيها لك الدراسة، لان نحن نعرف العرب لا احد يصل بالكفاءة، فقط نصل لأن صديقك أو أباك أو يعني في موقع ما فإنه يعني يقوم بعمل يعني توصية لك وهكذا. للأسف هذا هو ما يعني لا يدعونا نحن كدول عربية يعني أو إفريقية بصفة عامة لا نتقدم. سوف نكمل. instructor pointer هذا هو الذي تكون فيه holds دي ادريس ان ذا ترين اوف اكزيكيوشن، يعني تكون فيه الادريس الخاصه بال يعني بالانستراكشن التي دي ادريس اوف ذا انستراكشن اوف ذا انستراكشن، الادريس الخاصه بالانستراكشن التي يقوم يعني السي بي يو بمعالجتها حاليا. يعني عندما يعني البروسيسور يكون مثلا يستخدم يعني يستخدم هذه يعني يقوم باكزيكيوشن لهذه المعلومات الموجوده في هذه الادريس، فانه في الاي بي يخبئ هذه، وفي السي بي يخبئ النكست التاليه وهكذا.
إذن سوف نكمل بالفرنسية. يعني نستطيع أن نقول بأنه يعني الاي بي يعني il contient l'adresse de l'instruction en cours d'exécution. مثلا للناس التي تريد الترجمة بالفرنسية لدينا ال instruction registry. instruction registry هو نوع من الريجستريات. الآن قلت لكم بأنه في المجموع أظن كنت أذكر جيدا يوجد 7، لكن فقط 4 و5 هي المهمة. هذا الريجستري أو الانستراكشن ريجستري أو ريجستري دانستركسيون، فإنه يعني يحتوي على كونتينز ذا كود، يحتوي على الكود الخاص بال يعني بالانستراكشن دو كونت، كيف نعبر عليها، كونتينز ذا كود اوف ذا كود اوف الانستراكشن التي يعني ذا كود اوف ذا انستراكشن ان ذا ترين اوف اكزيكيوشن، يعني الانستراكشن التي يقوم الان بعمل يعني اكزيكيوشن لها، فانه يعني يحتوي على الكود، لانه كل انستراكشن يقوم بروسيسور بعمل اكزيكيوشن لها فانها تحتوي على كود يسمى بالبي اي دي. سوف اكتبها هنا البي اي دي، اظن بروسيس ايدنتيفيكيشن. مثلا لو قمنا بهذا العمل، سوف اقوم بهكذا. لو ذهبنا الى التاسك مانجر او جيستيونير دي تاش بالفرنسية، هنا يعني يعطيك معلومات عامة، ما هو استخدام سي بي يو، ما هي البرامج المشغلة، الميموري يعني الميموري هي الرام، الهارد درايف، الجي بي يو الذي قلنا بانه هو الجرافيك كارد، ويعطيك معلومات عن الباور يوزيج يعني الكهرباء. اذا هنا سوف اذهب الى ديتيلز 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 سي بي يو، هنا حسنا، هنا في السيرفيسز انا استخدم اليونيكس كثيرا، فان يعني نستطيع يعني بسهوله اخراج البي اي دي. هنا توجد في السيرفيسز، لاحظوا كل يعني برنامج تقريبا يعني از رانين، لاحظوا معي رانين، فانه ياخذ بي اي دي بروسيس اي دي، لاحظوا هذا ستوبد، لذلك ليس لديه اي بي اي دي، اي شيء ستوبد ليس لديه اي اي دي. هنا تستطيع ان تعمل ستارت سوف ياخذ البي اي دي. هذه السيرفيسز حاولوا ان لا تلمسوا هذه الاشياء. تستطيع يعني عمل ران للستوبد، ولكن لا تقوم بعمل اي ستوب لشيء يعني يعمل ران، لانك قد يعني توقف بعض الاشياء على الكمبيوتر الخاص بك، الابديت او بعض البرامج او هذه الاشياء، الا اذا كنت تدري جيدا ماذا تعني هذه السيرفيسز. مثلا مع الوقت سوف تتعلم كل، ليس كلها ولكن اغلبها. لماذا؟ لانك يعني سوف عند خلال البرمجه سوف تريد ان يعني تقوم بانشاء بعض المشاريع الكبيره، وبالتالي سوف توقفك بعض الاشياء هنا، وبالتالي تضطر الى تغيير قيمها. مثلا open service فانه يعطيك يعني جميع، تستطيع تغيير القيم، تستطيع تعمل start، سوف نرى هذه الاشياء اذا احتجنا اليها ان شاء الله. اذا سوف نكمل. سوف نتحدث عن الاكيوميليتر الذي تحدثنا عنه سابقا، اكيوميليتر او لاكيوميلاتور، اكيوميلاتور بالفرنسيه. الاكيوميليتر او الاكيوميلاتور هو نوع خاص من الروجيستري. حسنا، يعني هذا الاكيوميليتر من اسمه يعني نستطيع ان نقول كانه اكيوميليتر، يعني كمخزن، يعني يخزن شيئا ما. ما هو الذي يخزنه؟ كما قلت لكم من قبل، هنا عندما نريد ان يعني السي بي يو ان يتعامل مع بعض المعلومات، يعني فانه يضطر للذهاب الى الرام. يعني بهذا اتحدث عن النسخ السابقه من الكمبيوترات. الكمبيوترات الحديثه كلها تحتوي على روجيستري،
يعني حتى لا نقوم بالتأخير والانتظار وهذه الأشياء. إذا وضعوا الريجستري داخل السي بي يو، وبالتالي يعني السي بي يو يستطيع التواصل مباشرة مع الريجستري، يعني لن يخرج على نطاقه، بالتالي يكون هناك أي تضييع للوقت، ويعطيك الريزلتا بطريقة يعني سريعة. أما إذا تحدثنا عن السي بي يو القديمة التي كانت ضروري أن تستخدم الرام، فإنه هنا تكون الأمور يعني ثقيلة نوعا ما. هنا لا أقول لك بأن الرام ليست ضرورية، فإنها ضرورية، لن يشتغل الكمبيوتر بدون رام، ولن تقوم بعمل أي حسابات بالسي بي يو بدون رام، لكن يعني الريجستري يعني يقوم بتخزين بعض الأشياء التي تحدثنا عنها هنا، كالبي سي والاي بي مثلا، الادريس للانستراكشن التي في طور الانجاز، والانستراكشن التي سوف تنجز من بعد. يعني هذه الاشياء يخبئها في الريجستري حتى يصل اليها بسرعه. اذا فهو يستخدم هذه الاشياء، وفي نفس الوقت يعني الرام تقوم بعمل اخر، ليس يعني ان تنتظر حتى تنتهي وتتواصل مع الرام وتعطيك النتيجه ثم تقوم حتى تنتهي. واحيانا مثلا تكون لدي، لنفرض أن لدي عمليتان حسابيتان، العملية الثانية يعني تعتمد على نتيجة العملية الأولى، يعني لن نقوم ب يعني لن تستطيع مباشرة الذهاب إلى العملية الثانية حتى يعني نحصل على نتيجة العملية الأولى. هنا لن أحتاج إلى الذهاب إلى الرام، فإنه يقوم بعمل حساب العملية الأولى ويخبئها في الريجستري ويناديها ويستخدمها في العملية الثانية، هكذا بسهولة. أتمنى أن تكون قد اقتربت الفكرة، يعني أردت أن أطيل عنوة في البروسيس، لأن البروسيسور هو أهم يعني شيء بالنسبة لنا في هذا الدرس. أظن هذا ما لدينا بالنسبة للبروسيسور. بالنسبة للجي بي يو، فما كما قلنا فإنه هو يعني الوحدة المركزية للجرافيكس، للصورة التي تقوم بعمل يعني ديسبلاي يعني للشاشة، للألعاب، للكثير من الأشياء. السون كارد، سون أو ساوند كارد بالإنجليزية، هي يعني بطاقة الصوت، يعني هي التي نستمع بها إلى القرآن أو الموسيقى أو صوت الألعاب أو لست أدري. ولدي الكثير الكثير، مثلا الروم يعني يوجد فيها كما نقول بالفرنسية سيستيم دامورساج، أو يعني البوتين سيستم، يعني هي التي استطيع يعني ان اعمل بوت، وفيها كذلك يعني بروجرام صغير يقوم بعمل كنترول وبحث لجميع اجهزه الكمبيوتر الضروريه مثل الماوس والكيبورد وهذه الاشياء، او اذا كان هناك مشكل ويظهر لنا المشكل اذا كان، اذا لم يكن فانه يعني يقوم بتشغيل الكمبيوتر. الرام هي يعني حيث نقوم بتحميل البيانات والملفات التي نشتغل عليها حاليا. مثلا انا لدي 4 نافيجيتر مستخدمه الان، ولدي البرنامج بانديكام الذي اقوم بتصوير الفيديو به، ولدي البانت هنا. اذا كل هذه الاشياء توجد في الرام. اريد ان اريكم فقط كيف تحصلون على يعني الكونفيجوريشن الخاصه بالحاسوب الخاص بكم. تضغط على كنترول ار، تضغط على زر، عفوا ليس كنترول ولكن ستارت ار، ستارت زائد الحرف ار، وتضغط وتكتب في السي ام دي، تكتب دي اكس دياغ وتضغط اوكي، هنا سوف يعطيك يعني المعلومات الخاصة بالكمبيوتر الخاص بك. الكمبيوتر الخاص بي هو يعني انتل، يعني بروسيسور من نوع انتل كور i7 الجيل الرابع، صراحة جيد رائع، 3.4 يصل حتى 4 جيجا هيرتز، ولدي بثمان نواة، ولدي 16 في الرام. صراحة من أفضل الكمبيوترات الموجودة حاليا. ثمنه كنت أظن بأنني أخذته ب 2500 درهم، 2500 درهم حوالي 3 أو 4 سنين الآن. أظن الآن سوف يكون بثمن 2000 درهم أو 1900 هكذا، يعني في هذه النواحي. ولكن صراحة أنصحك، لدي كمبيوتر محمول يعني حتى هو كونفيجريشن عالية جدا، 32 جيجا في الرام دي دي ار 4، رايزن. بالنسبة للبروسيسور لدي رايزن
5300 يو، يعني 2.1 يصل حتى 3.7 بثمان نواياة 8 سي بي يو، بكارت جرافيك فيجا ويت اظن 17 جيجا او 18. لا استخدم صراحة الكارت جرافيك، ولكن على الرغم من هذه الكونفيجريشن 32 جيجا، فانني صراحة افضل هذا الكمبيوتر الذي يعني اشتغل منه الان الديسكتوب، لانه صراحة استطيع ان احيانا اتركه مشتغلا لمدة اسبوع 10 ايام فانه لا يشتكي ولا يبكي ابدا. هذا ما كان خلال هذا الدرس، اراكم في الدرس القادم. في الدرس القادم ان شاء الله سوف يعني نتكلم عن اللوجيك، عن العمليات الحسابية في البرمجة، سيستم نيوميريك سيستمز كالباينري والديسيمال والاوكتال وهذه الاشياء. الى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.